ازيك يا هشام؟ ايه بس يا شاحر؟ انت ضايقني ليه؟ انت زعلان مني في حاجه؟ يا هشام احنا مش متفقين ان موضوع سعاد ده يفضل سر بينا؟ وانا قلت ايه بس؟ ما هم عارفين كل حاجه من الاول. ايوه بعدين رجعنا قلنا لهم دي هزارايا، لكن كلام عمرو الصفتي يؤكد انه عارف تفاصيل. انت بس عشان شاغل نفسك بالموضوع ده حسيت بكده؟ وبعدين هو عمرو الصفتي قال ايه جديد يعني؟ المهم طمني، الموضوع حصل فيه ايه؟ حصل فيه كارثه، مصيبه، انا مش عارف اعمل ايه. كارثه ايه تاني؟ عبد الحميد ابني بيحبها وعايز يتجوزها. يتجوز مين؟ يتجوز اخته. يا نهار اسود ومنيل، ودي شافها فين بقى؟ مش كانت قاعده عندنا في البيت؟ عندكم في البيت مع مراتك واولادك ومحدش حاسس بحاجه؟ انا مش بقول لك عبد الحميد عايز يتجوزها، يبقى حاسس ازاي؟ وقلت له ايه؟ رفضت طبعا وقلبت الدنيا، بس ما قدرتش اقول الحقيقه. وهي لسه قاعده عندكم في البيت؟ انا رجعتها شقتها. عبد الحميد ساب البيت وقعد في المستشفى بيشك ان انا بحب نانسي. لا ده كده بقى الموضوع اتعقد خالص. انا السبب، انا لو كنت قلت الحقيقه من الاول مهما كانت العواقب كان لا يمكن هتوصل لكده. مين عارف، مش يمكن لو كنت قلت الحقيقه كانت النتيجه هتبقى اسوأ. لا عبد الحميد بالذات لازم يعرف الحقيقه، على الاقل اضمن الولد ما يفكرش في اخته بالشكل ده. انا كل ما افتكر انه بيفكر انه عايز يبوسها، ومن ناحية تانية كمان أرحمه من العذاب اللي هو فيه ده، فكرة إن أنا بحب نانسي. اسمع يا هلالي، الظاهر فعلا ما قدامكش غير الحل ده، بس مش دلوقتي. يعني إيه؟ هستنى لما تتنيل أكتر من كده؟ استنيت كتير، ما جاتش على اليومين دول، وبعدين الانتخابات قربت، فاضل لها كام يوم، وأنا شايف إنك بتحقق نجاح كبير. استنى لما تنجح وتاخد الحصانة، وبعدين تقف قدام الدنيا كلها. ما جاتش من كام ساعة دول يا هلالي. يا سعاد، ايه اللي حصل يا هلالي؟ انا لسه قافله مع الاستاذ بهاء المحامي، بنتي اتطردت من شقتها وخدوا منها كل حاجه. ايه ده سعاد؟ ايه دي؟ نانسي رجعت شقتها خلاص، صدقيني ده اللي حصل. انا عملت استئناف ورجعت لها الشقه من اول جلسه. انت لو طلبتيها دلوقتي هناك هي اللي هترد عليكي. والميراث حط ايديهم عليها يا هلالي، وفلوس البنت اللي انا محوشاهم للزمن خدوها، هيسيبوا البنت تضيع كده؟ اطمني يا سعد، البنت مش هتضيع، انا مش هسمع بنت تضيع. انت مش جاي يوم الخميس؟ هنقعد ونحل الاجازه. لا مش هقدر اجي الخميس ده يا هلالي، هتاخر اسبوع وعشر ايام كمان. طيب تيجي بالسلامه يا سعد، مع السلامه. اسمع يا هلالي، أنا عندي حل كويس أوي. الانتخابات دلوقتي داخلة على الجولة الأخيرة، وأنا من رأيي إنك لازم تركز فيها كويس أوي. أنا في إيه ولا في إيه يا شباب؟ إحنا نبعد كل الأطراف مؤقتا عشان تتفرغ أنت للانتخابات. نبعدهم إزاي؟ ليه نانسي ما تسافرش عند أمها وتقعد معاها لغاية ما تعمل العملية وتيجي معاها؟ في نفس الوقت ده تكون أنت كلمت عبد الحميد عشان يراجع نفسه بهدوء. واحنا برضو ممكن نجيب له عقد عمل في اي بلد عربي لمده سنه او سنتين، اهو منها يكون نفسه ومنها يبعد عن نانسي تماما. اهو ده حل كويس. في حاجه كمان يا هلالي، انت لازم ترجع علاقتك ببكري سلمان، بغض النظر بقى عن حكايه بنتك وابنه، الراجل فعلا بيحبك. طب صدقني لما اقول لك ان انا لما كلمتك وطلبت ان انا اقابلك بناء على رغبته هو، احنا لما قرينا في الجرايد حكايه ال 450 الف جنيه اللي حزب الفضيله متهمك بتبديتهم، الراجل من نفسه طلع شيك وكتب بيه المبلغ كله باسمك اهو. اللي يحط ايده في ايد اعدائنا ما حطش ايدي في ايده. انت فاهم انا بتكلم على ايه؟ ده بيزنس يا هلالي. هو بكري بيعمل ايه غلط؟ طب ومين اللي ورا المبيدات المسرطنه يا هشام؟ الله، ده انت بقى هتخبط فيا.
طب والله العظيم ده كلام جرايد، واحقاد ناس متضايقه من نجاحنا. عموما مش وقته الكلام ده، انت ربنا يكون في عونك في اللي انت فيه. انا عايزك بس تسمع كلامي وتبعت لي اوراق عبد الحميد وجواز سفره، وانا هسفره لك في 48 ساعه. دلوقتي مش مهم عبد الحميد، انا يهمني نانسي هي اللي تسافر. طب انا كنت عايز اسالك سؤال، هو باباك لا سمح الله معقد من الجواز ولا حاجه؟ العادي بتاعه راجل طيب وحنين، تحط على الجرح يطيب، تجيب له سيره الجواز يركبه 100 عفريت. انا عايز اعرف انتوا كنتوا بتعملوا ايه في الفيلا دي؟ هنكون بنعمل ايه يعني؟ كنا بنحب في بعض. لدرجه دي بتحبني يا عبد الحميد؟ غيران عليا من ابوك؟ بركه يا جامع، وانت كان لازم تقفشني يعني مع واحد عشان تنطق. بقول لك ايه يا نانسي، ما تجننيش بقى، انا عايز اعرف انتوا كنتوا فعلا بتعملوا ايه في الفيلا دي؟ الاول انت روحتي وبعد شويه بابا حصلك وقعدتوا جوه مده طويله، وفي الاخر انتوا الاثنين طالعين مزقططين. لازم نطلع مزقططين، عشان كنا بندور على العقد الاصلي بتاع شقه الحزب، والعقد ده موجود في الفيلا اللي حضرتك قفشتنا قدامها. وانا لقيت العقد ده، نخرج بقى مزقططين ونخرج كاننا ماشيين في جنازه. اقتنعت بقى يا غبي؟ ولا اخدك من ايدك دلوقتي روح للست تريزا عشان تطردنا وتجيب لنا البوليس. لا نانسي، انا عايز افهم ليه بابا رافض جوازنا بالطريقه دي. This is the question. على رأي هاملت، ممكن جدا يبقى باباك رافض جوازنا من كتر ما بيحبك. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني اكيد باباك عايز لك واحده عاقله، مش واحده خريجه مصحه نفسيه، واحده بنت وزير رئيس وزراء مش بنت رقاصه. تعرف يا عبد الحميد، رغم ان باباك غيرني كتير، بس عمره ما هيقدر ينسى هو شافني ايه في الاول. باباك شافني وانا مدمنه وصايعه وبتخانق في الديسكوهات، عمره ما هيعرف ينسى ده. انت حكيتي لي على كل ده يا نانسي، وكنت صريحه معايا، وده اللي خلاني احبك اكتر. اللي شاف غير اللي سمع يا عبد الحميد، عشان كده واضح ان باباك عمره ما هيعرف يغفر لي الماضي بتاعي، زي ما هو مش عارف يغفر لخالد الماضي بتاعه. ده باباك. الو، ايوه يا باشا. ايه يا نانسي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعه بضرب الجرس. لا معلش، ما انا مش في البيت. مش في البيت، امال فين؟ ايه اللي منزلك في ساعه زي دي يا نانسي؟ هنرجع تاني للف بتاع زمان ولا ايه؟ انا عايزاك تهدى وتبقى بيس خالص، خليك ريلاكس يا دكتور. اخر مره ضغطك ما كانش عاجبني، اصل انا كنت مخنوقه شويه، فقلت انزل اشتري جرايد مجلات وارجع البيت على طول. 10 دقايق وبقدام سعادتك، 10 دقايق بالظبط. سلامه يا باشا. مع السلامه يا باشا. لا ده هيجيب لي الضغط يا عبد. انا عايز اخد منك كلمه بس، انت بتحبني ولا لا؟ كاني تعرفه كويس. انا ما اعرفش حاجه على فكره، قولها لي كده خبط لازم، اصل انا ما كملتش عالمي فهمي على قدي. تحبني ولا لا؟ خبط لازم. بحبك، بحبك والله العظيم بحبك. حلو الكلام، وريني بقى جمالك كده. ناقص لك ايد بقى ولا ناقص لك رجل؟ يعني انت لو لا قدر الله وانت ماشي في الشارع قمت تصص واحد بالعربيه، هيدوك اعدام ولا يدخلوك الاحداث؟ ما انت دكتور، ماله هدومك اهو طول بطول ما شاء الله عليك. يلا انت محتاج حاجه من باباك ولا محتاج حاجه من ماما؟ مش فاهم. قالوا انا اللي ما كملتش علامي. تعالى تاني. افهم يا دكتور، ده مصيرنا احنا، احنا اللي نعرف نحدده مش هما. جو مش عارف مين اتجوز مين باطل، ده خلص فات عليه قرن. انت قصدك ايه؟ قصدك ان احنا هنتجوز من وراه؟ لا طبعا مش هنتجوز من وراه، احنا هنعلن وهننبه، واللي عايز يحضر فرحنا اهلا وسهلا، اللي مش عايز بقى اول ما نجيب لهم حفيد ما شاء الله طويل زيك كده، او حفيده زي القمر زي، هما اللي هيتشحتفوا ورانا عشان يشيلوه، وانا هروح ابلغ باباك بالموضوع ده حالا. تعالي هنا، انت رايحه فين؟ والله العظيم ثلاثه، لولا اني نبطشي النهارده كنت اتجوزتك دلوقتي حالا. نبطشي؟ يوم ما تتجوزني تبقى نبطشي يا عبد الحميد. ايوه يا باشا، ده انا على اول الشارع، انت مش شايفني؟ ثلاث دقايق قدامك، ثلاث دقايق بالظبط. ماشي يا باشا، مع السلامه يا باشا. Me too.
كل ده بتجيب الجرايد؟ معلش يا فندم. وهي فين الجرايد دي؟ ما انا قلبت فيها ما لقيتش فيهم حاجه رمتها. واضح ان حضرتك اخيرا رضيت عني والقعده دي فيها خير ان شاء الله. اتفضل بقى استريح لما اعمل لك القرف. لا انا مش عايز القرف اقعدي. انا عايز اتكلم معاك. شوف يا نادي، انا في موضوع كده خبيته عليكي طول الفتره اللي فاتت عشان ظروفك الصحيه، بس الحمد لله انت بقيتي كويسه. ماما في لندن مش عشان بتعمل فحوص ولا حاجه، ماما بتعمل عمليه. يعني عبد الحميد كان عنده حق؟ ايوه حبيبتي. انا كان قلبي حاسس بس كنت بكتب احساسي. بس هي ان شاء الله هتبقى كويسه يا نانسي، هتقوم ان شاء الله بسلامه. طب انت ليه ما قلتليش من قبل كده يا دكتور؟ اصل ماما كلمتني في التليفون مش هتقدر تيجي الخميس الجاي، هتتاخر شويه، فانا قلت يعني لو سافرت لها انت لندن يعني ما يمكن لما تشوفك هتطمن، هتبقى نفسيتها احسن. انت معاكي باسبور؟ اه معايا جوه. طيب هاتهولي عشان اجيب لك الفيزا واحجز لك التذكره. كل حاجة هتتم على خير. أنا شايف إنك بتضيع وقتك يا هلال، إيه الدقيقة دلوقتي تفرق معاك؟ انت لازم دلوقتي تكون في كفر أصالة، سايب المعركه في عزها وقاعد هنا. يا اخي انا ممكن اخلص لك كل حاجه بالتليفون. انا لازم اطمن بنفسي انها سافرت. الباسبور يا هشام بيه. وهل يا سيدي فيزا لندن؟ مفيش اسرع من كده. تحب نحجز لها لاول طياره مسافر لندن؟ ايوه بس لازم اكلم مامتها اقول لها انا جايه لها. طب اتفضل التليفون الدولي اهو. لا 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 لا، هي عندها روم، هطلبها على الموبايل. يا سعاد ازيك يا مصطفى؟ نانسي كويسه؟ لا نانسي كويسه قوي، مفيش حاجه ما تخضيش هي، بس انت وحشتيها جايالك. جايالي لندن؟ هي عرفت ان انا بعمل عمليه كبيره؟ يا سعاد انا اضطريت اقول لها، ما هو ما كانش ينفع نخبي عليها على طول. ان شاء الله تيجوا بالسلامه. وهي هتيجي امتى؟ وازاي هتيجي لوحدها؟ ما تقلقيش يا سعاد، انا مرتب كل حاجه، في ناس هيستنوها في المطار في لندن وياخدوها يجيبوها لغايه عندك. ربنا ما يحرمني منك يا مصطفى ويخليك لينا. لو ربنا اراد وشفاني هعيش طول عمري خدامه تحت رجليك. العفو يا سعاد، ما تقوليش كده، تيجي بالسلامه ان شاء الله. مع السلامه. ربنا يكون في عونك يا لالي، اللي انت فيه ده ما حدش يقدر يتحمله. شوف لنا حجز الطياره بقى. ما انا بعت لهم ومستني الرد. يا حسين تعال لي بسرعه. عملت ايه في حجز الطياره؟ اول طياره بكره بالليل، بس فيها كونكشن ومقفوله، هتبقى ويتنج. لا ما ينفعش. طب ما فيش طياره تانية؟ في طياره بعد بكره الظهر. حلوه دي، خلاص كده ممكن اوصلها. توصل مين؟ ده بعد بكره يوم الانتخابات، يعني لازم من النهارده تكون بايت في كفر اصاله. لا لا معلش، الميعاد ده كويس. احجز يا ابني وخليها مفتوح، هديك اوكي بعد ساعتين ثلاثه. لا لا كونفيرمت خلاص. احجز يا سيدي وثبت الحجز. اوكي يا شامبي. لازم اكلم نانسي عشان تجهز نفسها. يا دكتور. لا مفيش حاجة، أنا رايحة الكلية دلوقتي. بكرة الساعة 2 الظهر؟ كويس أوي.
لا جهز انا اللي عليا اسافر لها دلوقتي. طيب ماشي اوكي باي باي. دكتور عبد الحميد. طيب بعد اذنك يا دكتور. اوكي ماشي تمام. ما تعمليش في نفسك كده بقى يا نانسي. ان شاء الله هتخف هتبقى كويسه قوي. على فكره العمليه دي نسبه نجاحها بقت عاليه قوي خصوصا في لندن. انا مسافره لندن بعد الظهر بكره يا عبد الحميد. تسافري لوحدك؟ انا طول عمري لوحدي. هي جت على دي. الخوف مش اني اسافر لوحدي، الخوف اني ارجع لوحدي. ما تقوليش كده يا نانسي بعد الشر. عارف يا عبد الحميد، رغم كل حاجه عملتها في حياتي الا اني حاسه قد ايه ربنا بيحبني. عشان في الاول بعت باباك يقف جنبي، ودلوقتي بعتك انت ليه؟ على فكره بقى انت مش هتسافري لوحدك مهما حصل. مين هيجي معايا؟ انا هسافر معاكي. ازاي؟ هنتجوز ونسافر مع بعض. انا مستحيل اسيبك تسافري لوحدك يا نانسي. طب ما نقول لهم. انا متاكده ان ساعتك جد هيوافق. انا قلت لماما قبل كده وافقت وقالت لي هجوزها لك. قالتني انا كمان كده. مشكله في بابا. سيبني اكلمه. هنكلمه بس بعد ما نكتب كتاب. سياده الرئيس، إن السيد عاصم أحمد أبو الخير والسيدة وديدة أحمد أبو الخير لا يريان ضرورة لأخذ عينة منهما للتحليل، حيث أن التحليل لا يؤدي إلى النتيجة القاطعة الجازمة، كما أنه لا يؤدي إلى سوى احتمال وجود صلة دم بينهما أو عدم وجود صلة بتاتا. أما مسألة استخراج جثة المرحوم بهجة أبو الخير بعد مرور 21 عام فهو حرام شرعا وضرب من ضروب الجنون، ويرفض الموكلان هذه الفكرة تماما. مستأنفة. سيدي رئيس، ما دام السيد عاصم والسيدة وديدة يرفضان عمل التحليل سواء بالنسبة لهما أو بالنسبة لجثة المتوفي، فهذا أكبر دليل على أنهما يعلمان تمام العلم أن دعواهما خاسرة، وأن نانسي هي الابنة الشرعية لبهجة أبو الخير، وأن كل ما ادعياه من قبل كان مجرد مؤامرة للاستيلاء على ثروة أخيهما التي هي من حق ابنتها المستأنفة. الحكم آخر الجلسة. حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا، ثانيا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به وإثبات نسب الابنة نانسي لأبيها المرحوم بهجة أبو الخير وحقيتها هي ووالدتها السيدة سعاد الصيفي في ميراثه الشرعي مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة. شوف يا شيخ محمد يا أخويا، أنت راجل طيب ومحترم ومؤمن بالله، والبرنامج الانتخابي اللي انت مقدمه انا اكتر واحد مقتنع بيه، وعارف انه احسن برنامج متقدم في الانتخابات كلها بلا استثناء. بس للاسف البرنامج الانتخابي ده انت ما تقدرش تحققه لوحدك. ربنا هو المعين يا بيه. ونعم بالله، ما قلناش حاجه، بس اسعى يا عبد ونسعى معك ومفيش تعارض ان شاء الله. هو احنا لو لقينا فرصه وقدرنا نستغلها عشان نحقق اللي احنا عايزينه لوجه الله يبقى ده غلط؟ شيخ محمد يا اخويا، مش عشان كام صوره اتوزعولي في القفر وانا قاعد سهران ايام ما كنت مراهق وطايش يبقى خلاص بقيت كافر. ان الله غفور رحيم. ربنا يغفر لك يا عطيه بيه، عن اذنك علشان الحق اتوضى. طب لو انا بنيت جامع واثنين وثلاثه في البلد مش ربنا يغفر لي برضه؟ ولو بنيت معهد ديني كبير عشان اهل الكفر يتعلموا فيه القران والسنه وسيره الخلفاء الراشدين وقصص اولياء الله الصالحين مش ربنا يغفر لي برضه؟ الحاجات دي كلها كويسه، انما بس اما تتعمل. هتتعمل؟ هتتعمل ان شاء الله، بس مش انا اللي هعملها يا شيخ محمد يا اخويا، انت اللي هتعملها باذن الله
عشان نقسم ثوابها مع بعض بالنص. نقسم ثوابها ازاي يا عطيه بيه؟ مش فاهم. افهمك، انا همول ده كله وانت اللي هتنفذه قدام الكل. انا جاي لك ومديد لك ايدي بالفعل مش بالكلام، مش زي ما الهنان بيعمل لوك 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 وشويه صابون وزيت يوزعهم على الناس الغلابه ودمتم. ده شغل قديم عملناه زمان كتير. انا لو نجحت في ايد وانت نجحت عمال تبقى الليله خلصت يا شيخ محمد يا اخويا، وانا وانت هنخلي الكفر ده احلى كفر في الدنيا بمشيئه الرحمن. ها قلت ايه يا محمد يا عبد النعيم يا اخويا؟ قلت لي هتبني كام جامع؟ لا 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 لا، مش لدرجه صفحه اولى يا لطفي. الله، ايه انت قابض منه ولا ايه؟ يا ريس، هو احنا كنا خدنا حاجه من المرشحين المنافسين لما نزلنا فضحته في الصفحه الاولى ومنشط بعرض الجورنان. طب اسمع، احنا ننشر خبر البراءه من تهمه اهدار المال العام جوه، وانت تعمل لي معاه موضوع عن كل القضايا المتهم فيها، وبيتهيألي ان ده هيبقى موضوع حلو وممكن ننوه عنه في الصفحه الاولى. الو، ايوه انت ده دلوقتي حالا؟ طيب طيب، مع السلامه. بقول لك يا لطفي، تاخد مصور وتطلع على حزب الفضيله دلوقتي حالا. ليه يا ريس؟ اعضاء الحزب معتصمين في المبنى عايزين يرجعوا الهلالي، يظهر في انشقاق في الحزب. احنا بالشكل ده بقى نقدر نخلي موضوع الهلالي صفحه اولى فعلا. بعد اذنك يا ريس. السلام عليكم. الشارع كان مقفول خالص قدام الحزب يا دكتور هلالي. اتفضل. عارفه بيه. شكرا. الظاهر ان الحزب عرف امتى، اصل اللي زي المرشدي ده ينكشف بسرعه، وحكايه اهدار المال العام دي اساءت اليهم بقدر ما كبرتك في عيون الناس. هو تفتكر عرفه بان انا مبسوط من اللي بيحصل ده؟ انا لا يمكن امسك الحزب ده تاني. ليه بس يا دكتور هلالي؟ عشان مش ده حزب الفضيله اللي انا اسسته. الحزب خلاص بقى زي اي حزب فاسد، لا يمكن اعرف اعمل حاجه من خلاله. الفساد لما بيدخل المكان يستشري لغايه ما يبقى جزء لا يتجزا منه. مسعد المرشدي دلوقتي هو احسن واحد يمسك الحزب ده. والله انا شايف ان الدكتور الهلالي عنده حق، هو نازل مستقل وهيفضل مستقل، عشان كده احنا سندناه. وبعدين ما تنسوش ان احنا كمان تجار مستقلين، يعني بنشتغل وبس، نبقى مدرسة واحدة. طب يلا يا جماعة، فاضل كام ساعة لحفل الزفاف الجماعي ولازم نكون هناك قبلها. انتوا عارفين يا اخوانا، رغم الحاجات الجميلة اللي انتوا عملتوها في كفر أصابع، أكتر حاجة بسطاني حفل الزفاف الجماعي ده. جميل إنك تجمع راسين في الحلال، ناس مش قادرين يتجوزوا ولا يفتحوا بيت. عارف يا عرفة بيه، أنا وهناء مراتي اتجوزنا من غير فرح، اتجوزنا زكيتي. ما احنا فيه، ما تيجي نزفكم في حفل زفاف الجماعي دي، ايه رايك؟ نتزف بعد عبد الحميد وزينب. ان شاء الله تعمل اجمل فرح لعبد الحميد ولزينب. اتفضل يا بكر بيه، اتفضل. انما اللي بيحصل في حزب الفضيله ده تمثيليه هزليه. ما هو مسعد المرشدي ده نموذج للغباء. عارف حاجه جت مفاجاه كده، من كتر ما هو مش مصدق قاعد يلوش. انما الهلالي كسب بونت كبير قوي في الحكايه دي. ده انا ولادي كان صعبان عليهم. سعادتك ما قلتليش ايه المفاجاه الحلوه اللي استدعتني عشانها. الكلام
الكلام اللي انا هقوله لك ده مش عايزه يخرج بره الاوضه دي، يعني تسمعه وكانك ما سمعتوش خالص. السيد رئيس الوزراء كلمني النهارده في التليفون وسالني عنك، وقعدنا ننتف في فروتك كده شويه. خير يا مختار بيه. وهو لما رئيس الوزراء يسال عنك مش ده خير برضه يا بكري بيه؟ طبعا طبعا يا فندم. اسمك مطروح بقوه في التشكيل الوزاري الجديد. في الحقيقه مفاجأة ما كنتش متوقعها. مش عارف اقول لساعتك ايه. انت كفاءة اقتصادية كبيرة واحنا محتاجين لده في الوزارة الجديدة. شوف يا بكري بيه، هو التشكيل الوزاري هيعلن خلال ايام، بس انا بقى ارجو منك انك انت ما تجيبش اي سيرة لحد التشكيل ما يعلن رسميا. طبعا طبعا. أنا في الحقيقة بشكر ساعتك على الثقة الغالية دي. هو كان في موضوع كده كنت عايز تكلمني فيه المرة اللي فاتت، بس يظهر بقى إنك غيرت رأيك. موضوع إيه يا دكتور بيه؟ السر اللي في حياة الدكتور الهلالي. لا ده مجرد كلام أنا سمعته، بس في الحقيقة أنا ما عنديش أدلة عليه. طيب ما تقول لنا الكلام اللي أنت سمعته وتسيب لنا إحنا موضوع الأدلة ده. مختار بيه انا ملاحظ انك انت مهتم قوي بالدكتور هلالي. شوف يا بكري بيه، انت من النهارده اصبحت واحد من الاسره، يعني جزء لا يتجزا من المنظومه السياسيه. وطبعا الهلالي نجم شعبي، وجوده معانا فيه اضافه، واحنا بيني وبينك يعني ناويين ندعمه، لكن قبل ما ندعمه لازم نحل له كل مشاكله. ها؟ فهمتني؟ طبعا فهمتك. طب ايه بقى الكلام اللي انت سمعته عن الهلالي؟ عملت يا دكتور، هو ده التكافل الاجتماعي ولا بلاش؟ لعيب، في ناس كبارات كلموني مبسوطين قوي من اللي انت عملته ده. عقبال ما نفرح بولادك. اتفضل اتفضل يا دكتور، اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا. ينصرنا عبد النعيم نائبنا. الله اكبر، ينصرنا عبد النعيم نائبنا. عبد النعيم وعطية تحت القبة 100%. عبد النعيم وعطية تحت القبة 100%. يا ابو الله مع الجماعة. احنا النهاردة مجتمعين يا اخوانا عشان بكرة ان شاء الله كل واحد فيكم هيدي صوته للمرشح اللي هو عايزه، المرشح اللي ينفع البلد واهل البلد. وكتير منكم الفترة اللي فاتت اتروش يا عيني، وليه عذره؟ اتروشتوا من ايه؟ من اليوفط والمؤتمرات والميكروفونات والهتافات واللي 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 واللي. والراجل ده، الراجل الفاضل ده
الشيخ محمد عبد النعيم اللي نازل عمان، هو أكتر واحد في البلد دي أنا شايفه بعيني وحسه بقلبي إنه بيخاف عليكم من الآخرة قبل الدنيا. الشيخ محمد عبد النعيم اللي نازل عمان رمز السيف، كلكم عارفينه وعارفين إنه طول عمره راجل ورع وتقي وبيخاف ربنا وبيعمل دايما لصالحكم. رمز السيف اهو قدامك اهو، يعني اللي يديني صوته فئات يدي الشيخ محمد عمال، يعني اللي يعلم على الشجرة يعلم على السيف. الشجرة للي عايز ياكل ويشبع ألف هنا وشفا على بدنه مطرح ما يسري يمري إن شاء الله. والسيف له فايدتين، الفايدة الأولى تقطع من الشجرة وتاكل، الفايدة التانية للي ياكل من الشجرة ويخالف ضميره. خلي الشجرة ويا السيف، دي الحقيقة بلا تزييف. 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 رحبوا بالباشا مصطفى الهلالي يا ليلي، اللي جهزكوا على فقط الخاصة يا ليلي. مصطفى الهلالي يا دكتور، يا دكتور. الراجل الفاضل ده الأستاذ مسعد المرشدي رئيس حزب الفضيلة، الفضيلة اللي بجد مش كلام وهتافات وأوانطة، لا الأستاذ مسعد المرشدي ده جميله هيفضل في رقبتي طول العمر طول العمر. الأستاذ مسعد المرشدي جاني لحد البيت، فاجئني الحقيقة يعني، وقعد شوية كده وقال لي: يا عطية يا أخويا، أنت أكتر واحد في البلد دي تستحق إنك تكسب الانتخابات. وأنا ده الأستاذ مسعد بيتكلم عن نفسه، أنا هأيدك وأنا هديك صوتي والله العظيم، وديني وما أعبد. الدمعة الدمعة فرت من عيني وسالت على خد المرشدي. يا أخوانا إحنا لا يهمنا لا سلطة ولا كرسي ولا أي حاجة، إحنا اللي يهمنا الصالح العام وصالحكم، وصالحكم مع عطية السعادي. اصبر ساعتك على ساعتي، ده عطية هو الاتي. 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 طبعا حضراتكم كلكم عارفين ان انا كنت نازل فئات والاستاذ عطية الاخر نازل فئات، فانا بعلنها قدامكم وعلى الملأ ان انا بدي صوتي للاستاذ عطية السعادي، واي واحد فيكم كان هيديني صوته يديه للاستاذ عطيه السعادي، لان انا والاستاذ عطيه السعادي واحد. الاستاذ عطيه السعادي يا اخوانا لما جالنا في حزب الفضيله ولجأ لنا عشان ينضم كعضو، طبعا وقفنا جنبه، لان حزب الفضيله لن يخزل احدا يلجأ اليه او يخزل اي واحد يجي لحد عنده ابدا. وانا كمان بعلنها قدامكم يا اهل البلد، ويشهد علي ربي عطية السعاتي هو اللي هيعمل لكم المعهد الديني، وهو اللي هيبني لكم المساجد اللي تليق بكفر أصالة. علشان كده هو احق واحد تدوله اصواتكم. يا شجرة راعي ويا السفعة تطلعي. يا شجرة راعي ويا السفعة تطلعي. يا شجرة راعي ويا السفعة تطلعي. يا شجرة راعي.
استنى يا ولا، استنى يا ولا. اهدي البلد مالها فاضيه كده ليه؟ اصل البلد اللي لادي مقسومه نصين. نصين ليه؟ نص البلد راح يحضر المؤتمر بتاع عطيه بيه السعاتي. وهو لسه عطيه بيه السعاتي بيعمل مؤتمرات؟ وده نص البلد يروح له ليه؟ اصل سعادتك مش عارف، عطيه بيه انضم على مسعد بيه على الشيخ محمد عبد النعيم، كلهم بيأيدوا عطيه بيه. الثلاثه مع بعض؟ ايوه رضوان بيه. والنص التاني طبعا رايح مع الهلالي. اصل الانتخابات بكره زي ما انت عارف، كله بيرمي اخر شبكه عشان يلم الاصوات. الدكتور الهلالي عامل حاجه تانيه خالص. عامل ايه؟ عامل فرح كبير قوي، مجوز فيه 20 شاب وشابه من اهل البلد، كل واحد وراه عيله يجيبوا له 10,000 صوت على الاقل. يا سلام. النهارده الصوت ب 100 جنيه، وعلى اخر النهار ممكن يوصل 600 700. النهارده اللي له لازمه واللي ملوش لازمه بيطلع بطاقات انتخابيه من تحت البلاطه. انا معايا 3، بطاقتي وبطاقه خالي الله يرحمه وبطاقه حسنين جوز اختي اللي في الكويت. يعني انت هتنتخب 3 مرات؟ يا عم ما تنبرش علينا، ده في اللي معاه 20 و30 صوت. طب يلا يا اخويا اطلع. هتروح فين يا رضوان؟ عطيه ساعات اشتراهم كلهم بالفلوس. ما هو معاه ملايين ملهاش عدد، بقاله 15 سنه بينهب. والهلالي وراه اللي بيدفع برضه، دايما يلاقي اللي يدفع له. وانت يعني عليك يا رضوان، عشان تطلع القرش لازم بالدم. هنمشي في انهي اتجاه يا رضوان بيه؟ انت اللي هتقول لي. هقول لك على ايه يا رضوان بيه؟ الناس ملمومة أكتر على مين؟ على ساعاتي ولا على الهلالي؟ خليك مع الله يا حبيبي في جميع الناس، واطلب من الله ولا تمدش ايديك للناس. خليك انسان وقلبك فيه حنان للناس، دي الجنة من غير حبايب تسوى ايه يا ناس. اول علامة بالخسيس بينسى جمال الناس، ويجي يضحك في وشك ويدم فيك للناس. لكن الشهب الاصيل زي مصطفى الهلالي كده بروحه ويفدي كل الناس، عشان قلبه طيب عاوز يسعد جميع الناس. وفيه ناس مناظر لكن ملهاش ضمير يا ناس، بيسعدوا نفسهم على حساب الناس، واغلى شيء عندهم اللي في ايد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. دايما في الافراح يا دكتور. ألف مبروك. حسب الغاب عدل السلام يا ناس يا دنيا مالك كده فعل. أنا جاي لك النهارده مخصوص علشان أقول لك أي خلاف أو حاجة جوانا هننساها من اللحظة. وأنا تحت أمرك أي حاجة تطلبها. بكرة انتخابات أنت هتحتاج مصاريف كتيرة قوي. الحمد لله كل شيء موجود. هتحتاج برضه. أنا جاي معايا كاش على العموم. مش هيبقى فيه كلام بينا. لما تنجح بإذن الله هيبقى لنا قاعدة أوضح لك فيها كل حاجة. كل شيء واضح. أنا عارف إن في سوء تفاهم. ما هو هشام كلمني في اللي أنت قلته لي. أنا مش عارف ليه ما كلمتنيش وش لوشك كده وكنت وضحت لك السؤال. مش جايز حكاية الأعداء اللي أنا بشتغل معاهم في البيت بكون مجرد مش عارف. ده أنت أكتر واحد كنت فريسة ليش. بيجي لك تدريب رايحين المؤتمر اللي عامله عطيه السعاده. وليه؟ اصله بيفرق فلوس، بيدفع للراس 100 جنيه. جالك على العموم وهندفع 150. طب يا دكتور ايه بقى اللي عمله عطيه السعاده؟ حتى الحاجات اللي كنت رافض تعملها وانت معانا رجعت تاني.
وابن خالد اللي رفضت اللي فيه عيزه بنت الفلاك السلع التاني إيه اللي نجيب؟ مش الحرام اسمع يا حلاج ما تصدقش نفسك قوي كده شفت السكين بالعناد والمصر وفتفتح الخالفين ولا الصالح والمصر ما تشعش تحط ايدك في ايدك عشان ما تتوسخ طب ايه رأيك بقى؟ انا اللي راهن انا ما خلفتش بنت من الحرام رايح فين؟ رايح اقعد مع نانسي لحد ما نسافر لندن تقعد مع نانسي وتسافر معاها لندن بصفتك ايه؟ بصفتي جوزها يا ماما